فكرة جواز الأب وجواز الأم وصعوبات القرار ده، خصوصا لما الولاد يبقوا رافضين الفكرة، مش حابين ارتباط أهاليهم، مش متوافقين ولا متوائمين مع فكرة عيلة موزايك، عيلة مختلطة، عيلة ممكن تنجح. إن ممكن يبقى عندي جوز أم وأنا سعيدة جدا وفخورة بيه، أو مرات أب وأنا سعيدة وفخورة بيه. الصورة دي معادلة صعبة بتحصل، بس قليل جدا جدا جدا. العادي إن إحنا ما بنسمحش بده إحنا كأبناء، وممكن الأم بترفض وممكن الأب يرفض. إحنا مش بنكمل في حياة بالشكل ده أغلبنا، وبنوصم الأم أو الأب إنها الأم هتهمل ولادها، والأب كمان هيواجه مخاوف تانية. ليه الأبناء بيبقى عندهم المخاوف دي طول الوقت؟ وليه بيبقى عندهم المقاومة والرفض ده طول الوقت؟ وإمتى الآباء نفسهم بيفضلوا إن هم أو بيحبوا أسطورة بابا عبده، والأم تحب فكرة الشخصية المضحية طول الوقت؟ وإمتى الولاد بيوافقوا إن يحصل الارتباط ويبقوا متقبلين أو حابين أو متحمسين، رغم إن ده بيحصل قليل جدا؟ ده موضوعنا النهاردة، وعندنا محاور كتير وعندنا أسئلة كتير. ومنورنا صاحب البيت دكتور نبيل قط، أهلا بحضرتك. ومنورانا ندى نادر، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. قمر يا ندى. شكرا. الأحمر جميل، واضح إن الأحمر والأسود والأبيض كتير النهاردة عنوان المكان. معانا دكتور أيمن عاطف، أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. ويمكن اسمح لي إن أنا أبتدي الأول بندى دكتور نبيل، لأن ندى من البنات اللي لما مامتها قررت انها تتجوز انت كنت موافقه. كان عندك كام سنه ندى؟ انا كنت صغيره ساعتها بعد وفاه بابايا، كان عندي ساعتها 5 سنين. بس مامتي قررت ان هي يعني لما قابلت شخص مناسب، كانت ساعتها يعني كنت انا عندي 11 سنه، كنت تقريبا في 6 ابتدائي. هو كان ماما بيجي لها اوفرز كتير للجواز وكده، بس احنا كنا دايما اصحاب يعني بنشاركها في القرار. كان في ناس كتير كانوا بالنسبه لها لا هم نوت اكسبتد عشان خاطر مش حابين وجودنا، بس هي مامتي كانت دايما حطانا احنا اولويه في حياتها. فلما جه جوز ماما دلوقتي، هو انا بقوله بابا، انا مش بحس دايما قولي له بابا. انا لما جه بابا بقى دلوقتي، فلا انا حسيت ان هو صاحبي قبل ما يبقى جوز ليها. فساعتها انا اللي قلت لها هو انت ممكن تتجوزي انكل عشان انا بقيت بحبه. يعني هو كان بيقابلني كتير ايام ما كنت انا باخد بقى الدروس والحاجات دي وكده، فكنت بحس لا بحنيته علينا. يعني ماما ما كنتيش هتوافقي لماما انها تتجوز لو ما كنتيش انت حبيتي انكل؟ اللي يكون هو مناسب لينا، يكون برضو هي تكون تحس ان هي مبسوطه معايا، لان انا متاكده ان مامتي ما كانتش هتبقى مبسوطه مع حد لو ما كانتش ولادها هيكونوا مبسوطين معايا. يعني انت حسيتي ان هو بيحبكم، فان ده هيكون اضافه، لان هي مش هتهملكم، هي هيبقى حب اضافي بالنسبه لحبها. او اضافه مطمنين ان هو بيحبهم، يعني هتكون هي كمان مطمنه علينا، مش هتبقى دايما قلقانه او خايفه ولادها هيبقى مصيرهم فين. لا هي كانت دايما احنا كنا اولويه بالنسبه لها. وعشتوا معاها؟ احنا عايشين. عشتوا معاهم هما الاثنين؟ انتوا كام؟ انا ليا اخ من بابايا الله يرحمه، وهو ومامتي. يعني انت ولد وبنت؟ وهو انت مامتك ما خلفتش من بابا؟ لا. الجديد؟ لا لا. ده ريحك نفسيا؟ انا عادي، ما كانش فارق لي، عادي. كنت حابه لو كان عندي اخوات عادي، ما كانش هيبقى عندي اي مشكله خالص. ودلوقتي برضو انا الحمد لله ما عنديش مشكله معاه. اسمعني اسالك، انت ما كسفتيش منه؟ يعني طول الوقت انت حاسه ان هو ابوكي، ولا كان مثلا بتتكسفي انك تقعدي قدامه بالبيجامه، تبقي متوتره شويه لو هو في البيت وانت في البيت وماما مش موجوده؟ لا لا. حسيتي بالتجارب دي كلها ولا عادي؟ لا احنا الحاجات دي طبعا عدينا بيها في حياتنا، بس هو كمان دخل العيله عندنا وانا كنت صغيره، وهو كان صاحبي، يعني بنقعد نتكلم مع بعض في حاجات انا اصلا اوريدي بتكلم معاه فيها قبل ما اتكلم مع ماما فيها. لو حاسه بحاجه ومتردده ان انا اخد راي ماما، فاقول له بابا انا عايزه اتكلم معاك. هو بصراحه كان خالق السبيس دي بينا ان احنا نتكلم ونتناقش، ولو في حاجه انا موافقه. طب لو هو قال لك لا، بتبقي ملتزمه باللا بتاعته؟ لان هو بيقنعني.
هو بيقول لي اسباب، انا مش بعرف حد يقول لي لا وبس، انا لازم لا وشرح وشرح واسباب. عشان اقتنع. طيب اصحابك بقى، يعني دايما البنات بالذات بتقلق من فكره جواز امها عشان اصحابها هيقولوا لها مامتك اتجوزت ومين ده، ويعني بيبقى في حسابات وحساسيه كبيره جدا عند البنات. هو احنا كنا بنتعرض كتير لمواقف كمان قبل ما مامتي تتجوز، فاحنا الكلام كان بيبقى موجود سواء هي متجوزه او لا. انا ما اعرفش، بس ممكن حد يكون عدى بالنقطه دي قبل كده. كانت في جمله كده دايما بسمعها، مش انا بس، انا واي حد بيمر بتجربه بتاعتي، ان الاب مش موجود، ان انتوا تربيه واحده ست. هي دي ما كانتش بتضايقني خالص، انا كنت بس بستغربها. لكن انا عادي شايفه ان هي مش حاجه غلط او مش حاجه وحشه في حقي، ولا مامتي عملت حاجه غلط. وفكره وجود اب في حياتنا دي هتخلينا نكبر ناس اسوياء، انا كنت بشوف كده. ما كنتش بتغيبي على ماما؟ انا ما اعرفش، بس هو بابا كان بيعمل بالانسنج للموضوع ده، لان هي كانت برضو معانا وكان برضو اهتمامها لينا ما قلش، العكس كانت فاضيه اكتر ان هي تبقى قاعده معانا، لان وعدم وجود اب في البيت فبيخليها دايما مشغوله وعايزه تشتغل اكتر وعايزه تحقق وتنجح اكتر عشان نفضل لا، احنا في مستوى عالي. بمعنى ما كنتش بتغيبي وهم قاعدين جنب بعض وهم لا العكس، كنت ببقى مبسوطه عشان شايفاها هي مبسوطه يعني. عمرك ما غيرتي؟ لا لا، وبعدين انا بحس ان هي تعبت قوي وعملت حاجات كتير قوي لينا، فمن حقها ان هي ده دلوقتي ترتاح. احساسك دلوقتي، انا بتكلم في وقتها لا 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 خالص، خالص. لا لا ندى والله انت جميله، وربنا جميله، يكملك بعقلك ويخلي كل البنات كده زيك يا رب ان شاء الله. تحيه الحقيقه. ايمن انت العكس. طبعا انت العكس خالص بتاع انت بابا عبده. انت بابا عبده؟ يعني مش الدرجه دي، بس يعني ممكن. لا بابا عبده. انت عندك كام ولد وبنت؟ لا ما عنديش بنات للاسف. يعني عندك كام ولد؟ ثلاثه. ثلاث ولاد. انت انفصلت عن مراتك؟ ايوه. ومقرر انك ما تتجوزش تاني؟ احنا كنا مش تقريبا اقدر اقول لك دلوقتي. لا فهمني عشان ما فهمتش. يعني في اصل القرار ده حضرتك مش ثابت، القرار ده متغير باختلاف المرحله السنيه بتاعت الولد الولاد يعني. فممكن وهم السؤال، هم لما كانوا معايا كان سنهم ايه؟ كان سنهم ايه؟ لا صغيرين خالص. يعني اكبر واحد كان 15، انزلي بقى ل 13 ل 9 كده يعني. يعني انت فضلت فما كانش ينفع معنى الابوه عن ان انت طبعًا. الراجل طبعًا. يعني احتياجات الراجل طبعًا. الابوه طبعًا. طغت عليه. ما هو هيبقى ايه؟ مجبر بس باختيارك.